بالحلقة الجاية. واقف بوشه أبو جودة، واقف بوشه. ليش إن شاء الله رح بتجوزيها قبل سنوية أبي يا مو؟ شو يا أبو حاتم؟ في بتمك حكي. صدق أبي يا بشير، أبي. هلا وعد بين إيدي يا أبو شام. أنت وكل أهل عارضك. باب الحارة الجزء الثالث من الاثنين للجمعة 7 المساء على الجديد.